عيون الدول الأخرى وشعوب الأرض والمنظمات الحقوقية والإنسانية كلها مفتوحة على هذه المسيرة في حجم عددها ونوع المشاركين فيها وحقانية واعتدال شعاراتها ودرجة سلميتها وعقلانيتها وتوحد مطروحاتها ومدى انضباطها وما نوع المشاركين فيها وما يظهر من جديتها وتراخيها في مطالبها. المسيرة بألف لها وزن في عيون الدول وفي عيون السلطة المعنية وفي عين السلطة المعنية، والمسيرة من 100 ألف وثلاثمائة ألف وأربعمائة وخمسمائة ألف لها وزنها الآخر ولها تقديرها الآخر. ومن أهمه شأن نفسه وشأن دينه وشعبه ووطنه، وأراد له ولكل المظلومين الخلاص من قسوة الظلم وإنقاذ وطنه، لا بد أن يدفعه ذلك لإعطاء مسيرة سلمية تأتي على طريق طلب الحل العادل الزخم الهائل المطلوب بمشاركته الشخصية كلما استطاع ودفع الآخرين للمشاركة. لبيك يا فقير، لبيك.